معايا على الهاتف نجمنا كابتن طارق مصطفى، المدير الفني الشهير طبعا، ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق، ومدرب منتخب مصر الاسبق. كابتن طارق مساء الفل، مساء الفل يا استاذ محمد. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله والشكر لله. والله انت عامل ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. دايما يا رب بالتوفيق ان شاء الله، الله وتحياتي يخليك ليك كابتن ولكل طارق. مشاهدينا. كابتن طارق، لك رأي في الأداء بتاع منتخب مصر في مباراة أثيوبيا يوم الجمعة؟ المباراة انتهت بفوزنا 1-0. هل لك انطباع عن الأداء الفني للمباراة؟ لا هو طبعا مبروك طبعا المنتخب. المباراة من الناحية الفنية ما كانتش هي المباراة اللي انت كنت مستنيها، وده انا واحد من الناس على اساس ان انا مدرب كنت عارف ومتوقع ان الاداء مش هيبقى افضل حاجة. دي اكتر من سبب يعني، بدأ بطولة انطلاقة دوري موسم طبعا، طبعا طبعا طبعا، وحمل حمل بدني عالي بتقسمه على حمل المباراة، وصعب بالظبط انك كده، حمل المباريات نفسه. انت ما عندكش الا 3 لعيبة هم اللي كانوا لعبوا في الدوريات اللي هم المحترفين، اللي هم الثلاثة المحترفين، مرموش هم الثلاثة ومصطفى اللي لعبوا مظبوط، بالظبط، مرموش ومصطفى ومصطفى محمد وحمدي فتحي مع وحمدي الوكرة، اللي فتحي هي 3 مباريات ومباراة في مظبوط آسيا. مظبوط. ولكن أشوف إن مجمل أنت خدت المباراة اللي أنت عايزه، في لعيبة ظهرت بشكل انت بس كويس. عشان النقطة دي مهمة الناس تبقى فاهمة ان تراجع الأداء الفني ليه سببه. طبعا طبعا وضع طبيعي، وده طبيعي. الجو يوميها كان صعب جدا، في اكتر من حاجه. الناس بس لازم الواحد لما يجي يقيم الامور لازم يقيمها صح من الناحيه الفنيه. الحاجه الثانيه اللي انا بشوفها من وجهه نظر الشخصيه اللي هي مش متفق معاها قوي مع مستر فيتوريا، ان هو طريقه اللعب اللي بيلعب بيها دايما 4 3 3 دايما في كل المباريات بيلعب بيها. في وقت من الاوقات انا اشوف ان انت لازم تلعب 4 2 3 1، انت مغلوب عايز تكسب وعايز تزود الناحيه الهجوميه، مش شرط حمدي فتحي وحماده ومروان، بس مش هل شرط يا مش كابتن عارف برضو مين. ان انت في انطلاقه الموسم ده مبرر انه يلعب في 3 نص الملعب كده؟ لانه كان قبل كده بيبدا بزيزو في نص الملعب. ما زيزو هو بيلعب ثالث برضه، يعني قصدي ايه، الطريقه نفسها هي بتلعب 4 3 3 بصرف النظر عن الاسماء. يعني سواء فهمتك تمام لو تفتكر انا بتكلم على طريقه اللعب نفسها، تمام تمام في مدربين بيفضلوا مصممين على الطريقه ديت، كسبان خسران متعادل، ولكن هي المباريات الوديه زي مباراه تونس انا اعتقد ان هي هتكون اقوى في كل حاجه. مباراه انت بتتكلم انت وتونس 50 50 يعني، فاهم في المستوى، اعتقد ان هي هتكون احسن من المباراه بتاعه منتخب اثيوبيا يعني. انما انت يعني خد بالك عشان احنا داخلين كمان مع المنتخب على فتره مهمه جدا اللي هو انطلاق تصفيات كاس العالم في نوفمبر. الناس مش واخده بالها انه احنا التارجت بتاعنا كاس العالم 2026 اكيد يعني، فانت لا هتبدا التصفيات في هو نوفمبر. التارجت، هو التارجت، التارجت بتاع الناس العادية هو الصح أو الطبيعي. أنت بتشوف اللي بعد كده، مع احترامي للمنتخبات اللي موجودة معاك، أنت ما عندكش إلا منتخب القوي بوركينا فاسو. أعتقد إن لما يوصل 9 منتخبات لكأس العالم، لا أنت المفروض ما تقولش كده، أنت المفروض أنا لما أروح كأس العالم هعمل إيه؟ إيه التخطيط اللي أنا هعمله؟ هوصل لفين؟ احنا فرحنا مع كوبر ان احنا وصلنا كاس عالم، وانا كنت من اول الناس اللي قلت ايه الفرحه الكبيره الشديده دي، اللي مبالغ فيها قوي. وبصراحه رحنا وشكلنا كان وحش، فانا دايما بحط خسرنا الثلاث ماتشات واداء كمان يا استاذ من محمد، انت ممكن اوروجواي تخسر، وروسيا والسعوديه. مظبوط ممكن تخسر بس تادي، عارف انت تادي وتلعب كره هجوميه وكره حلوه مظبوط وكره فيها مظبوط. ناحيه تنظيميه، وتعرف تدافع وتعرف تهاجم. ولكن بالشكل اللي انت، لا مش مصر اللي تتحط كده. وانا دايما بدي امثله وتسمح لي بس نعزي اخواتنا في المغرب، طبعا وربنا يشفي المصابين يا رب، وربنا يقويهم على اللي هم فيه، لان الموضوع كان صعب جدا. من خلالك طبعا ببعت لهم دعوات كل المصريين معاهم، ودي باينه جدا من كل الناس اللي كلمتني او اللي تابعتني او اللي بعتت لي حتى على صفحتي من هنا ومن كل مكان، وحتى من المغرب نفسها. فربنا ان شاء الله يقويهم ويعينهم ان شاء الله على اللي هم فيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن طارق مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاراء.